فكم عصيت الله بلسانك، وكم عصيته ببصرك، وكم عصيته بسمعك، كم عصيته بتأخير الصلوات، وكم عصيته بما يخرج منك من أفعال قبيحة. ولو أن العبد ما عصى الله أبدا، ولو أنه منذ بلغ الحلم يطيع الله وأدى الواجبات وأكمل المستحبات، فإنه لا يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى. كيف وإذا وضعت نعم الله وتوفيقه في كفة، ووضعت أعمال العبد في كفة، فكيف تثقل أعمال العبد مع توفيق الله ومع نعمه سبحانه وتعالى؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لذلك حتى الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، مع أن الله قال عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة، فلما خلق بنو آدم عادت إلى مكانها. هذا العبد الغافل، إنا عرضنا الأمانة، أمانة التكليف، وأمانة العقل، وأمانة الشرع، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن كثير: الإماء فيحفظ فرجه فإنهم غير ملومين، أي أنه ملام إذا لم يحفظ فرجه بهذين الأمرين، إما الزواج أو تمليك اليمين، وأما غير ذلك فإنه يحفظ فرجه من الزنا ومن غيره. واستدل ابن عثيمين رحمه الله تعالى بهذه الآيات أو بمثلها من سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بهذه الآيات على حرمة العادة السرية، هذه العادة السيئة التي تدل على ضعف الإيمان، والتي تدل على خسة نفس العبد، يخلو بربه فيعصيه، فيشغل جسده بمعصية الله، ويشغل فكره وخواطره بالشر. ولو أن العبد صام وتزوج ودعا الله لحفظه الله سبحانه وتعالى. وأكثر ما يدخل الناس النار الفرد واللسان. ومن ضمن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وفرجيه، ما بين لحييه وفخذيه، ضمنت له الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيحفظ العبد فرجه، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال البغوي رحمه الله: المتجاوزون الحلال إلى الحرام. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة، وفرق بين الأمانة والعارية. العارية أن يعطيك رجل أو أحد الناس مالا أو إناء أو مركبا ويقول لك تصرف فيه حتى أعود فترد لي عاريتي. إذا أعطاك مالا وقال لك تصرف فيه حتى أعود فرد علي مالي، هذه عارية. أما الأمانة
أن يستأمنك المال لا يجوز لك أن تتصرف فيه. إذا أمنك أحد الناس مالا واحتجت إلى هذا المال وأنت تعلم أنك سترده لا تأخذ منه شيئا، لأنه أمانة. وفرق بين الأمانة والعارية. إذا أردت أن تتصرف فيه فارجع إلى مالكه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يحافظون على العهود لا يضيعونها ولا ينقضونها. وأعظم العهود معاشر المؤمنين العهد بين العبد وربه، ثم العهد بين العبد والناس. هكذا ذكر البغوي رحمه الله أنواع العهود. هناك عهد بين العبد وربه هو التوحيد والعقيدة الصحيحة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أعظم عهد من قام به رحمه الله في الدنيا والآخرة التوحيد، أن تفرد الله بما يستحق، هو الخالق وحده لا شريك له، لا يهب الذرية أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا شيخ ولا ولي ولا صالح ولا غير صالح، لا يرزق إلا الله، لا ينفع حجاب في الرزق بل هو من الشرك بالله تعالى، لا ينفع إلا الله، لا يملك الضر أو الضر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز تعليق التمائم والحجبات في الأطفال وفي الكبار، لا من القرآن ولا من غير القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، في المسند والسلسلة الصحيحة. لا يجوز دعاء غير الله تعالى، لا شيخ ولا ولي، ولا تدعو أحدا من الناس، لا تدعو شيخا ولا وليا ولا جنيا ولا صنما ولا شجرا ولا بقرا ولا إنسا ولا جنا، تدعو الله وحده، تؤدي هذا العهد العظيم وهو التوحيد.